قولنا اصلا ايه بقى موضوع الدوري العالمي للكاراتيه ده؟ انا لسه بقول لكم يعني انا ما عنديش قوي خلفيه عن الكاراتيه. اولا خلينا واحد واحد، قول لنا يا عبد الله انت معاك حزام ايه، ولا لازم اللي يدخل يبقى معاهم اسود؟ انا ما اعرفش اي حاجه في الكاراتيه، عرفنا. هو حضرتك في هو في طريقين في الكاراتيه. انت في الاول بتاخد الحزمه، تبدا مثلا من الابيض لحد ما توصل للاسود. يعني لازم اللي يدخل المسابقات دي يبقى خلاص وصل للاسود وينطلق، ولا علشان بتبقى تلعب فيه؟ مسابقات في كاتا وفي كوميتيه، عشان تلعب مسابقات الكوميتيه وبطولات الجمهوريه وبطولات القاهره كده، لازم يبقى مبدئيا معاك حزام اخضر عشان تبدا تلعب البطولات دي. اوكي. بس بعد كده بقى لو انت حابب تركز في كوميتيه، الاحزمه ما بيبقاش ليها اهميه كبيره، يعني على عكس البطولات ان انت بتركز بقى في البطولات، تحقق بطولات قاهره، جمهوريه، منتخب مصر، وتسافر كده. بس طبعا يعني معظم لعيبه منتخب مصر طبعا كلهم معاهم حزام اسود، ما بين دان اتنين ودان تلاته يعني، فدي بتبقى فايدته يعني. يعني لكن انت حاصل، انت معاك حزام اسود انا معايا دلوقتي، حزام اسود دان اتنين. دان اتنين، ايه الفرق بقى؟ يعني ايه دان اتنين؟ دان اتنين هو الاسود فيه 10 درجات يا من نهار ابيض، يعني انتوا بتوصلوا للاسود وتبداوا ونبدأ تعدوا نلعب 10 ب 10 درجات درجات كمان؟ بالظبط. بس معظم يعني لعيبة الكوميتيه مش ها بتركز اكتر في درجات الدان، بتركز اكتر في البطولات، ان هي بقى تخش منتخب مصر وتسافر بطولات بره وكده يعني. سلمى، ايه الموضوع ال10 ده؟ انا قلت بتوصل للاسود وخلاص لا انا بقى، معايا واحد من بس بطل كفايه، مذاكره هو بقى. دان واحد. انت معاكي حزام اسود؟ واحد بس، دان واحد. طيب انت عندك كام سنه الاول وبتدرسي ايه عندي دلوقتي؟ 21، بدرس في كليه اقتصاد وعلوم سياسيه جامعه القاهره. أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني ما شاء الله متفوقين علميا ودراسيا وفي نفس الوقت رياضيا. طب قولي لي بقى عن هذا الدوري أو هذه المشاركة، كانت إزاي؟ أصعب الحياة اللي أنت واجهتيها؟ أول مشاركة ليكي ولا إيه؟ يعني إدينا فكرة هي كده. كبريمير ليج دي أول مشاركة ليا، إنما أنا كنت مشاركة قبل كده أصلا. قبل كده شاركت سيريس إيه برضو، كانت في مصر هنا في القاهرة، وشاركت في تركيا وأندونيسيا وسافرت روسيا، ودي كانت أول حاجة في الموسم لسه لعبينها يعني ده دلوقتي لسه الموسم بقى الجديد بتاعكو ده دلوقتي. أول الموسم. بس طيب بالنسبة وحققتي ميداليات قبل كده ولا دي كانت المرة الأولى؟ لا، حققت في سيريس إيه مصر، جبت تاني برضو، وجبت بطولة عربية أول، بس اندونيسيا وتركيا ما طب فيش والمشاركة الحظ. بتاعتك بتبقى عبارة عن ايه؟ اللي هو الكوميتيه ولا انا لا، انا كوميتي. انت الكوميتيه؟ اللي هو الضرب. الضرب. محدش يزعلها يا جماعه، احنا عايزك تبقى قاعده معانا مبسوطه جدا. اهم حاجه. طيب عبد الله برضه نفس الموضوع، انتوا الاثنين كوميتيه. احنا بتبقى ايه الفرق ما بين الكوميتيه واللي هو اسمه ايه؟ والكاتا. والكاتا. الكاتا اللي هو استعراض فردي للاعب، اللاعب بيعمل حاجه اللي هو اسمها الكاتا، الحركات بس حركات كده، فرديه. وبتبقى حفظ يعني الى حد ما، حفظ او حفظ اداء اداء للحركات. للحركه بالظبط، هي اداء تمثيلي للكاتا لو انت اتحطيت في موقف بتاديها ازاي يعني. الكوميتي بقى اللي هو الماتش بين اتنين يعني، ماتش بقى وتكتيك وضربات وكده يعني.